Thank you.
الاحتفال بيوم الشباب العالمي يأتي هذا العام حافلاً بالبرامج والفعاليات التي تؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع، حيث أقيمت احتفالية بتنظيم من جمعية البحرين للعمل التطوعي التي تضمنت ورشة عمل إسعافات الأولية والسلامة المنزلية وعرضاً مسرحي بعنوان أنت ملهم ولوحة المحبة والسلام التي تهدف للعلاج بالفن. نتطلع لعمل شراكات أكبر مع جمعية البحرين وبرامج أكبر تخدم فئات نستهدفها الجامعة، فإحنا أبداً معاهم قلباً وقالباً مع البحرين قلباً وقالباً بلدنا الشقيق، وأبد ما ننسى أخواننا في كل مكان إن شاء الله. طبعاً هاي الفعالية إحنا مسؤولين بمساندته في مجمع سيف المحرك حق الأخوان والجمعيات المشاركة في هاي الفعالية، ومثل ما تشوفين يعني عدة جهات شاركت في الحفل الخير إن شاء الله. الحقيقة اليوم إحنا مشاركتنا مع جمعية البحرين للعمل التطوعي، الحقيقة جئنا لإسعاد المرضى، والمبادرة أساساً هي لأجل إسعادهم، فإحنا كل ما نستطيع نقدم شيء من خلال اللون، من خلال الموسيقى، من خلال المسرح، من خلال الحكاية، هي فقط لإسعادهم ومحاولة لتقليل المعاناة اللي يمروا فيها في حالاتهم المرضية من خلال هذا الوقت القصير. هذه الفعاليات التي تأتي في إطار ما تقوم به الجمعية من أدوار تصب في خانة التطوير، العمل التطوعي والارتقاء بالشباب وجمعياتهم ومنظماتهم التطوعية، لأن الشباب هم المحرك القوي لكل ما يقوم به المجتمع من عمل يقود إلى تنمية وتقدم المجتمعات.